قمنا اليوم بزيارة معظم السايلوات في غرب نينوى، ابتداء بسايلو الوايلية وسايلو وساحة بشيرفة وسايلو السنجار وسايلو بعاج للاطلاع على استلام محصول الحنطة في تلك الساحات. ولم نجد من المعوقات ما يذكر عدا بعض القضايا البسيطة التي يمكن أن تحل في ساحة بعاج بالذات. هناك نقص في الحفارات، أما البقية فكانت الأمور أغلب الأمور جيدة. تم زيارة الموقع من قبل السيد أستاذ خليل إبراهيم مستشار السيد محافظ للإطلاع على المشاكل التي يعاني منها الفلاحين أثناء تسويق الحنطة إلى سايلو سنجار. تم الوقوف بشكل واضح على المشاكل، منها سرعة التفريغ، وتم التباحث لأجل إيجاد الحلول السريعة من خلال زيادة الكادر وزيادة الطاقات الخزنية مستقبلا. العمل يجري بشكل جيد. المعاناة الوحيدة التي تسبب التأخير هو نقص الكادر. تم معالجة الموضوع إن شاء الله من خلال توجيه كتاب إلى المحافظة وإلى الجهات المعنية لزيادة الكادر.